كيف ندعو الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقن بأن الله سيستجيب دعوتك. أما والله يا رب احتمال، لا لا، موقن بالإجابة. لذلك ما بصير بالدعاء أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا، اللهم اغفر لي على اليقين. ما بصير تقول اللهم ارزقني إن شئت، لا، قول اللهم ارزقني على اليقين. خلي دعاءك على اليقين وأنت تعتقد بأن الله يجيبك وهو الكريم. واحد يقول يمكن ما يجيب دعوتي لأن أنا ما بستاهل. هلا كلمة ما بنستاهل هاي كلنا بالهوى سوا، لكن مع ذلك الله يستجيب لأنه كريم، يستجيب على قدر كرمه لا على قدر أعمالنا. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.